الادخار الإجباري يجبر الموظفين على مواصلة تظاهراتهم ومطالبات كردية للحكومة الاتحادية بمحاسبة المفسدين في الإقليم. الأفضلية تلتحق بركب تظاهرات الخدمات في العاصمة بغداد واتهامات لأحزاب سياسية باستغلالها انتخابياً. تيار الإصلاح الوطني يبحث معاناة أهالي قضاء الخضر في المثنى ويشدد على ضرورة المشاركة بالانتخابات لإنجاح التغيير. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فتح تحقيق مستقل حول مجزرة غزة، والجامعة العربية تعتزم عقد اجتماع طارئ لبحث التصعيد الإسرائيلي. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. دخلت تظاهرات كردستان يومها التاسع على التوالي احتجاجا على نظام الادخار الرواتب الذي أطلقته حكومة الإقليم. مراسل بلادي ذكر أن آلاف من الموظفين خرجوا اليوم بتظاهرات كبيرة في مناطق عديدة من الإقليم، مضيفا أن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب حكومة نيجيرفان بارزاني بإلغاء نظام الادخار الإجباري كونه يسبب عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين. اتهم القيادي في تحالف العدالة والديمقراطية الكردستاني حسن جهاد حكومة الإقليم باستخدام تعديل نظام الادخار في توزيع رواتب الموظفين كدعاية انتخابية. جهاد وصف سلطات كردستان بالفاشلة، مشيرا إلى أنها لم تقدم لشعبها أي من حقوقه المشروعة. هذا وتشهد مدن الإقليم احتجاجات واسعة نظمتها الكوادر التعليمية والصحية للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة دون نظام الادخار. مع اتساع الاعتصامات في محافظة السليمانية المطالبة بإلغاء نظام الادخار، رفعت أحزاب المعارضة الكردية صوتها لمطالبة الحكومة الاتحادية بوضع يدها على ثروات المسؤولين الكبار الكرد وشمول الإقليم بهيئة نزاهة لمحاسبة المفسدين. سمير هادي والتفاصيل. بعدما اتضح أنه ليس بمقدور البرلمان والهيئات في الإقليم من محاسبة المسؤولين الكبار الفاسدين المتربعين على عرش السلطة، أصبح الصوت يعلو من أحزاب المعارضة يخاطب الحكومة الاتحادية بأن تضع يدها على ثروات المسؤولين الأكراد ضمن إجراءاتها الإصلاحية. هناك يعني نوع من التوجه السياسي وخصوصا في من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بأنهم يمسكون بزمام الفساد داخل إقليم كردستان، لأنهم لا يريدون أن يمشي الإصلاح السياسي كما يطالبها الأحزاب المعارضة، لكنه نحن يعني لدينا قناعة بأنه هذه العملية يحتاج إلى وقت ونحن مستمرين بهذا الوضع. فضيحة الفساد في الإقليم بدأت تظهر للعلن بشكل أوسع من السابق، ولعل أزمة الاعتصامات هي من أثارت هذا الأمر، كون الحكومة تحاول تطبيق نظام الادخار الإجباري بحجة عدم قدرة الحكومة على تسديد كامل الرواتب، في حين تقدر ثروات المسؤولين الكرد الكبار بمليارات الدولارات. رغم هناك الهيئة النزاهة في عراق عموما، لكن أنا أتصور الهيئة النزاهة للحكومة الاتحادية فيستطيع أن تراقب الفاسدين في إقليم كردستان العراق، لكن يعني مو في شتى المجالات، لكن في مجالات محدودة، وخاصة في مجال توزيع الرواتب وإهدار المال العام. لو أنا بكات كساماني في هذا الوقت الفساد أصبح له السطو على جميع مفاصل الدولة في العراق، وهنا في الإقليم أيضا سلطة الفساد والسرقات هي أوصلت الحال في كردستان إلى الاعتصام، ونحن نشد على أيدي حركة التغيير لمطالبتها الحكومة الاتحادية بأن تتدخل لمنع الفساد ومحاسبة المسؤولين. أصبحت المطالبات علنية بضرورة تواجد الحكومة الاتحادية في إقليم كردستان وعلى رأس هيئة النزاهة لتقوم بمحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين لعبوا بمقدرات الشعب الكردي. لقناة بلاد الفضائية سمير هادي.
السليمانية. طهرت قوات الحج الشعبية طريق الرابط بين كركوك وطوز خرماتو بالكامل. المتحدث باسم محور الشمال في الحج الشعبي علي الحسيني أكد أن عمليات التعقب والملاحقة وصلت إلى قرى كردية لإعطاء رسالة واضحة للمجاميع الانفصالية بقرب انتهائها وفرض السيطرة الاتحادية في تلك المناطق، مبينا أن القوات الأمنية تنتشر الآن على طول الطريق الرابط بين كركوك والطوز. عمليات الخطف لسائقي الشاحنات والعناصر الأمنية على طريق بغداد كركوك تبين أن جميع أصابع الاتهام موجهة لإنفصاليين أكراد. قناة بلادي حصلت على تسجيلات صوتية يدور الحديث فيها بين المنفذين وأهالي المختطفين. عبد الله النوري والتفاصيل. عن طريق بغداد كركوك وما جرى فيه من عمليات خطف لسائقي شاحنات وعناصر أمنية يدور الحديث. من هم المنفذون وما هي الغاية ولماذا الآن؟ حصلت قناة بلادي على تسجيلات لمكالمات هاتفية بين المنفذين وأهالي المختطفين. لغة المنفذين تقترب من اللكنة الكردية وهم يساومون ذوي الضحايا بمبلغ قدره 100,000 دولار مقابل الإفراج عن فرد واحد. يا بغير الفلوس ما تملس خالو الله بالخير عليك. احنا نكون واقعين، هم ناس سواق وما عندهم كفيلك الله. لما يا دوب صارت 3 دفاتر خلنا احكي لك بالعدل. تذبحهم ترتاح من تنام على المخدة. تام عندك اخوان وعندك جهال. اي والله ما عدنا. خلنا احكي لك هسه المطلوب من عندي شنو شتري؟ والله العظيم جنازة ما اعطيك اياها. 24 ساعة قصران الى عند الجنازة. زين؟ بعد بكيفك انت ومروتك. يلا. وتتضح حقيقة عمليات الخطف أكثر من خلال شهادة أحد الناجين وهو سائق شاحنة من ذي قار. يثبت هذا الشخص أن عمليات الخطف تمارس على يد جماعات كردية انفصالية تنتشر بالقرب من سيطرة البيشمركة. سيطرة تابعة للأكراد. وقفنا لأول مرة يعني أو لأول مرة وقفني سألنا سؤالات، فتح شاف حملي قال لي بدير بالك اللوفة قدامك على كيفك. فخلصت اللوفة لقيت الشارع مجدود بكباتتين هاي مال جيمس. هاي تابعة جيمسين مال القوات. اي مال القوات هاي. كل من تابع البيشمركة؟ بيشمركة. اي نعم. سيطرة ايضا البيشمركة. سيطرة مال الكراد بيشمركة. اجى اول ما فتح الباب مال نزلني حط. كم شاحنة احنا 3 سوا نمشي. نزلنا فتح الباب نزلني حط الكلاو براسي تيبني هيك تيب عريض وتيب نوب هيك دبلي من اللي ورا. وكذلك صديقي هم حطونا 3 اخذونا مسافة ترابي بس شني يعني عن الطريق دورة سيارة ورجعت على السيطرة. ورا السيطرة ترت وطبت. وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صور لأكراد مسلحين وهم يتواجدون في وقت سابق في ذات المكان الذي اغتيل فيه منتسبو الشرطة الاتحادية بعد خطفهم بصورة مشابهة لسائقي الشاحنات. كما تظهر هذه الصور الأسلحة المستخدمة ذاتها قبل وأثناء ارتكاب الجريمة، يضاف لها عجلات الدفع الرباعي والأزياء العسكرية المستخدمة والتي تعتبر الزي الرسمي لقوات البيشمركة الكردية. فهل يعتبر طريق بغداد كركوك بعد الآن محطة للموت برصاص الإرهابيين أم برصاص الانفصاليين الأكراد؟ عبد الله نوري، بلادي الفضائية. وبالعودة عن ملف التظاهرات في مناطق كردستان، ينضم إلينا مراسلنا من السليمانية سمير هادي. أهلا بك سمير، حدثنا عن حجم التظاهرات ومطالب المتظاهرين وما المناطق التي شملتها الاحتجاجات. نعم سمير. سمير تسمعني؟ نعم الصوت غير واضح في الحقيقة. يعني أنا أكثر من الزحام والمتظاهرين والمعتصمين يعني حتى لكن سأجد كما هي وكيف نحن نتواجد الآن. كنا هنا في هذا المكان مكان التظاهر هنالك.
سمير صوتك بعيد، ممكن انه توضح لنا الصوت سمير؟ ممكن تقرب اللوجو سمير، اللاقطة. شكرا سمير، تسمعني حاليا؟ ممكن بس تقرب اللاقطة حتى نسمعك بصوت واضح. حدثني عن هذه التظاهرات، ما هي ردود أفعال المسؤولين الكرد حول هذه التظاهرات، سيما بعد تزايد رقعة هذه التظاهرات؟ نعم، يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت، سوف نتواصل مع زميل سمير هادي في نشرات أخرى. شكرا. أكد مجلس محافظة البصرة تراجع النزاعات العشائرية وعمليات العنف في المحافظة. عضو المجلس حسام أبو الهيل قال أن العمليات الأمنية ساهمت بشكل كبير في السيطرة على النزاعات العشائرية والحد منها، لافتا إلى أن لجنة حل النزاعات عملت على إخماد وإطفاء الغضب بين العشائر المتخاصمة. انطلقت تظاهرات كبيرة في منطقتي الفضيلية وسبع البور في العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الوضع الخدمي. مراسل بلادي قال أن المتظاهرين طالبوا المسؤولين في الحكومة بالاستجابة لمطالبهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم كالماء والكهرباء قبل الدخول في فصل الصيف، مبينا أن المتظاهرين هددوا بتحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح. وشهدت عدد من مناطق أطراف العاصمة تظاهرات كبيرة احتجاجا على انعدام الخدمات فيها. اتهمت لجنة الخدمات النيابية جهات سياسية باستغلال التظاهرات لمطالبة بالخدمة في بغداد والمحافظات لغرض الدعاية الانتخابية. عضو اللجنة توفيق الكعبي دعا مفوضية الانتخابات لمراقبة التظاهرات كي تتخذ الإجراءات العقابية بحق المروجين للعمل الانتخابي عن طريق هذه التجمعات، مؤكدا أن وعد بعض المرشحين للمواطنين المتظاهرين مجرد كلام انتخابي لكسب الأصوات الانتخابية. بعض الكتل السياسية حاولت تجيير التظاهرات الخدمية في بغداد لأغراض انتخابية من خلال تقديمها بعض الوعود، ما دعا بعض الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات رادعة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. أطرافها تعاني وناسها يعتصمون، فما إن افترش متظاهرو بعض أقضية ونواحي العاصمة بغداد الشوارع للحصول على حقوق لا تعد المطالبة بتقديم بعض الخدمات الأساس، حتى رأت بعض الكتل السياسية في الأمر فرصة للترويج لأطماعها بتقديم الوعود الزائفة. إذ كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب توفيق الكعبي عن استغلال التظاهرات الخدمية في بغداد والمحافظات الأخرى من قبل بعض الكتل السياسية لغرض الدعاية والترويج الانتخابي، لافتا إلى أن بعض المرشحين قدموا وعودا للمواطنين لكسب الأصوات الانتخابية. فيما اتهم عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي بعض الجهات السياسية بالتحريض على التظاهرات التي تشهدها بعض مناطق العاصمة بسبب تردي الأوضاع الخدمية، كونها تسعى لعرض الجوانب السلبية واتخاذها منبرا للدعاء المطالبة بحقوق المواطنين. مفوضية الانتخابات لم تكن بعيدة عن هذا المشهد الذي تشوبه الخروقات،
إذ أكد عضو مجلس المفوضية حازم الرديني عن اتخاذ إجراءات عقابية وغرامات مالية ضد المرشحين المخالفين لآلية الدعاية ومواعيدها، فضلا عن ضوابط أمانة بغداد في الحملات الانتخابية. مراقبون يرون أهمية أن تأخذ الجهات الرقابية دورها للحد من ممارسات استغلال فاقة المواطن بالوعود الكاذبة، وأهمية تطبيق الإجراءات التي وعدت بها مفوضية الانتخابات المرشحين المخالفين والتي تصل لحرمانهم من خوض العملية الانتخابية. أكدت عضوة مجلس محافظ ذي قار عن تيار الإصلاح الوطني أشواق الزهيري أن الصراعات الشخصية والحزبية داخل المجلس وراء التراجع الكبير في الأداء الرقابي والتشريعي. الزهيري وخلال تصريح سابق لقناة بلادي دعت إلى محاسبة الدوائر التي تشوبها ملفات فساد وتقصير في إنجازها. غاب الإنجاز بسبب غياب الالتزام بالمهمة الرقابية التشريعية. هناك صراع فئوي، هناك صراع حزبي، وصراع يصل إلى الصراع الشخصي في مجالس المحافظات. الرأي والرأي الآخر لا يعتمد على أداء المؤسسة، بل يعتمد على ماذا قدمت المؤسسة من أدائها ومن التزاماتها أمام الأحزاب معينة أو أمام أعضاء معينين، وبالتالي اختلط الأمر على المواطن، واختلط الأمر على المؤسسة، واختلط الأمر على المجلس بذاته. اليوم هناك تراجع كبير، اليوم هناك مؤسسات أدائها ضعيف جدا ومتراجع، ويفترض من الالتزام بالمهمة الرقابية لمجلس المحافظة أن يتخذ زمام المبادرة بموضوعة الاستجواب وموضوعة الإقالة وموضوعة استبدال المدراء، استبدال الإدارة السيئة بالإدارة الحسنة، محاسبة الكثير من الدوائر التي فيها أو تشوبها ملفات فساد. مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية شهد مجلس محافظة ذي قار تراجعا واضحا لعمله. أوساط رسمية وشعبية أكدت أن انشغال أعضاء المجلس بالبرامج الانتخابية عطل عقد جلساته. لم يبقى على دعاية الانتخابية للمرشحين سوى أيام معدودة، يقابله تسابق المرشحين على عقد الندوات واللقاءات الجماهيرية لتعريف المواطنين ببرامجهم الانتخابية، متناسين عملهم الأهم وهو خدمة المواطن والبلد من مواقع عملهم. للأسف الشديد تعاني محافظة ذي قار من واقع متردي وبائس، ويؤدي إلى كارثة قد تكون محسوبة على حساب المواطن في محافظة ذي قار. نمتلك حكومة تنفيذية وحكومة تشريعية ممثلة بمجلس محافظة. بالنسبة لأداء مجلس محافظتنا العزيزة، بصراحة هو من الأسوأ من سيء الأسوأ، وما نشوف أبسط مقومات أنه الشيء نقول عليه أنه نتأمل خير يعني مستقبلا، لأن هي كل ما نشوف جاي يرجع أو يتأخر وماكو أي مقومات لشيء متقدم. عضوة مجلس محافظة ذي قار أكدت أن انشغال أغلب أعضاء مجلس المحافظة في الانتخابات تعطل من عمل المجلس من خلال عدم اكتمال النصاب القانوني على أي موضوع أو أمر يهم المواطن والمحافظة على حد سواء. سجل مجلس محافظة ذي قار تراجعا كبيرا في أداء مهمته التشريعية الرقابية في الآونة الأخيرة. هو منذ الشروع في عمله مطلع 2013 أو منتصف 2013 وهو هناك أداء مرتبك وأداء إلى حد ما غير مرضي. لوحظ في الفترة الأخيرة تراجع في الخدمات في عموم محافظة ذي قار، هذه المحافظة المعطاء، هذه المحافظة التي ترتفع دائما بنسب الشهداء، بنسب الأيتام، بنسب الأرامل. في الفترة الحالية جاي نشوف أنه الخدمات شبه معدمة في هذه المحافظة. يعتبر تعطيل العمل في أي مؤسسة تشريعية أو تنفيذية أو خدمية من شأنها أن تخلق أجواء غير مناسبة للمواطن الذي يبحث عن خدمته ومصالحه التي فرض القانون على السلطة حمايتها وتوفيرها، وإلا فإن المسؤول يعد متعمدا ومتقاعسا لخدمة الشعب، مفضلا مصالحه الشخصية وأهدافه التي يروم تحقيقها. مروى الشمري، قناة بلادي، الناصرية. تيار الإصلاح الوطني في محافظة المثنى يواصل لقاءاته مع المواطنين للوقوف على معاناتهم، حيث اجتمع مع أهالي
قضاء الخضر الذي يعد الأكثر محرومية لحثهم على المشاركة الواسعة بالانتخابات وتغيير الواقع. علي حداد والتفاصيل. لم ينصف منذ عدة سنوات، فما زال قضاء الخضر والنواحي التابعة له في المثنى على وضعه المتعب من دون التفاتة حقيقية حتى سجل الأكثر محرومية. زيارة تيار الإصلاح الوطني له جاءت للإطلاع على معاناته والتي ما زالت تتصاعد بمؤشرات عالية. الدعوة لعشائره بالمشاركة بالانتخابات طرحت لتغيير الواقع الذي فرض عليه. مكتب المثنى عدة توجيهات من القيادة المركزية بأن إحنا نبدي نثقف الناس، فمن خلال زيارة العشائر والقرى والنواحي ومن خلال دخولنا المدينة بنبين لهم بأن الإنسان لازم يختار الشخصية المعروفة المهنية الكفوءة. دعوة تيار الإصلاح الوطني التي طالب فيها بمشاركة كبيرة لاقت التأييد الكامل مع تأكيدات بانتخاب الأصلحة بعد سنوات النسيان، فالجميع أصبح يدعو لمشاركة فاعلة لا سيما وأن المرحلة السابقة كانت قاسية على أغلب المناطق. تنتخب الإنسان الكفوء الشخصية عنده نفوذ يعني معروف بكل عمله، مو شرط احنا ندور تربيط شارع وغيره، لا هذني شغلات جانبيه، لا الشيء اللي يقدم البلد يعني المحافظه مالتنا بكل مستوياتها الخدميه ولا غيرها. الناخب هو لازم اللي يختار، هو لازم يصحح اذا كانت اكو اخطاء بالمراحلات السابقه او عثرات النظره. يعني لا عندك انت مرشح، حسب بالنسبه للمرشح تيار الاصلاح اللي نشوفه احنا اصلح واكفى انسان مهني، البرلمان يحتاج يعني اقل شيء عنده ابجديه القانون. نرجو من المرشحين الجدد الذين احنا نصر على ان نغير الوجوه التي ننتخبها ان تنظر الى معاناه الفلاح العامل المحافظه بصوره عامه. مره اخرى يكون للاصلاح الوطني الدور المهم في زياره اقضيه المحافظه، فهذه الزياره طلع فيها عن كثب على معاناتهم فضلا عن التعريف باهميه الانتخابات. لم تكن الزيارة الأولى لتيار الإصلاح الوطني لهذه المناطق، لكنها كانت الأهم في الوقوف على احتياجات أبناء القضاء والذين يصرون على التغيير في الاستحقاق الانتخابي المقبل. من محافظة المثنى، علي حداد، بلاد الفضائية. اجتمع وفد من تيار الإصلاح الوطني مع شريحة الصم والبكم في منطقة بغداد الجديدة لحثهم على المشاركة بالانتخابات النيابية. الوفد وفي تصريحات لبلادي أكد على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة المظلومة من خلال وجود مؤسسة لرعايتهم. وهؤلاء الفئة من الصم والبكوم فرح نجعل لها في المؤسسة أو منظمة أو هيئة تحتويهم، فهم عدد ليس بقليل وهم ناس محتاجين من يرعاهم، وإن شاء الله أن تكون هذه الهيئة هي التي ترعى هؤلاء الصم والبكم. شريحة الصم والبكم، وبالتالي هذا اليوم تم الاستماع إلى هذه الإخوان الموجودين من هذه الفئة، وهي ضمان حقوقهم من ضمان صحي وضمان وظيفي وضمان يضمن لهم بأنه يعاملون مع بقية شرائح المجتمع. بمناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام، أقامت مؤسسة الطالب العراقية التابعة لتيار الإصلاح الوطني في محافظة واسط احتفالية كبيرة بهذه المناسبة. الحاضرون استعرضوا المحطات النيرة من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام. بمناسبة ولادة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام، أقامت مؤسسة الطالب العراقية في محافظة وسط احتفالية كبيرة مستعرضين خلالها المحطات النيرة من سيرة أهل البيت عليهم السلام. مهنئ العالم الإسلامي والمراجع العظام والشعوب الإسلامية كافة بولادة إمام المتقين علي بن أبي طالب في هذا اليوم المبارك. وبهذه المناسبة أقامت مؤسسة الطالب بتكريم الطلبة المبدعين والمتميزين الأوائل في كلية الكوت الجامعة الأهلية. بمناسبة ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
أقامت مؤسسة الطالب العراقية وبالتعاون مع عمادة كلية الكوت الجامعة الأهلية في قضاء الصويرة حفلا بهيجا تضمن تكريم عدد من الطلبة الأوائل تثمينا لجهودهم بمناسبة ولادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وكذلك تكريم الطلبة الأوائل في الكلية. نتمنى لهم التوفيق والنجاح والتميز الدائم. كما وأخذ الاحتفاء بولادة أمير المؤمنين طابعا مختلفا هذا العام، إذ كرم الطلبة المتميزون دراسيا في كلية الكوت الجامعة والذين تمنوا إيجاد فرصة للتعيين بعد التخرج. أساتذتي اللي بذلوا جهودهم وياي وفرحة لا توصف، وأتمنى أنه من الدولة أنه تعيننا، يعني مثلا احنا من نتخرج الخريج يتعين ما يظل يعني هذا التعب كله مال سنين يروح هيك ويظل قاعد. يعني انا ما جبتها بالهين هذه الشهاده وما وصل اسمي لكم بهاي السهوله، اكيد انا عانيت ما عانيت، يلا جبت هذا الشيء. تم تكريم الطلبه الاوائل من قبل مؤسسه الطالب العراقيه اليوم احتفاء بجهودهم، فهم ما اثبتوا بان تحديات الحياه وصعابها يمكن التغلب عليها، لكن يبقى السؤال ماذا بعد التخرج. وكان الإمام علي قد رسم للدنيا طريقا ومنهجا رساليا، ما زالت الدنيا بأسرها تقف ضامئة أمام حياضه الملأ بالعلم والخلق والإيمان والجهاد. احتفالية بمناسبة ولادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أقامتها مؤسسة الطالب العراقية لتكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين دراسيا في كلية الكوت الجامعة. من قضاء الصويرة بهاء الزهير، قناة بلادي. النشرة مستمرة وفيها مصادر تؤكد الاتفاق بين مسلحي المعارضة والجانب الروسي لنقل المصابين من دوما إلى الغوطة الشرقية. دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق مستقل حول المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على حدود قطاع غزة. وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن القوات الإسرائيلية استخدمت رصاصا حيا لقمع التظاهرات، وهذا مخالف للقوانين الدولية. وأشارت موغريني إلى أن حرية التعبير والتجمع حق أساسي لا بد من احترامه، داعية لمحاسبة مرتكبي المجزرة التي راح ضحيتها 16 فلسطينيا. طالبت فلسطين عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع الطارئ سيعقد اليوم الأحد أو غد الاثنين لمناقشة إصدار موقف عربي حازم ضد الاعتداءات على غزة. وأضافت المصادر أن الاجتماع سيؤكد على الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة تضامنية مع قطاع غزة في باب العمود بمدينة القدس واعتقلت شابا. واعتدت قوات الاحتلال بالضرب والدفع على النساء والشبان خلال تواجدهم في باب العمود وصادرت أعلامهم الفلسطينية، كما اعتدت القوات على الصحفيين خلال تغطيتهم الوقفة التضامنية ومنعتهم من تصوير الاعتداء على النساء والشبان. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات لمنازل فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم العروب شمال مدينة الخليل واعتقلت 4 فلسطينيين بزعم مشاركتهم بعمليات طعن. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم واعتقلت 3 شبان دون توجيه أي تهمة لهم.
وقد شيع الفلسطينيون في غزة جثامين الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأرض. محمد الشاب الخلوق، محمد الشاب الهادي، محمد ذو الأخلاق العالية. هنا قضى الشهيد الفلسطيني محمد أبو عمر آخر ساعاته قبل استشهاده. هنا محمد كان يلبس، هنا محمد كان يأتي وينادي يا أختي يا أختي يا أختي. عبق الشهادة يفوح من جنبات هذا المكان، ما يخفف من وجع الفراق على عائلته. هذا مش أخوي، هذا ابني، يعني هذا روحي، هذا نور عيني. يعني أمي أنا توفت في 2012، سيبت لأخواتها عندي هنا اللي بصف ثالث إعدادي واللي بصف سادس، أنا ربيته. الأخو في 2008 استشهد مقاوم، الله يرحمهم جميعا يا رب ويحسن إليهم. غزة توشحت بالسواد حزنا على 15 شهيدا ارتقوا في مسيرات العودة الكبرى. الغضب سيطر على الفلسطينيين في مسيرات التشييع، غضب لم يحرف البوصلة عن التحرير والانتصار. فضل الوطن، والله قدرنا أخوك من قبلك وانت يا محمد زيه، الله يرحمك، شهيد عند ربك إن شاء الله. الله يرحمك يا محمد، يعني احنا كل هذا واولادنا بنقدمهم للوطن، ورح نضل صامدين، نضل صامدين لاخر نفس في انفاسنا، واحنا لجلك يا فلسطين. المقاومة الفلسطينية واكبت مسيرات تشييع الشهداء في رسالة للاحتلال برفض استهدافه للفلسطينيين الذين احتشدوا بعشرات الالاف في مسيرات سلمية على حدود غزة. المقاومة رسالتها واضحة، أولاً للعدو الإسرائيلي بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، المقاومة صمتها لن يطول، صمتها إعداد. والرسالة الثانية هي لشعبنا الفلسطيني بأن من خلفه مقاومة فلسطينية باسلة. وبالتزامن مع مسيرات التشييع أعلن الحداد في الأراضي الفلسطينية وتعطلت المرافق الحكومية والأهلية. جامعة الدول العربية منظمت المؤتمر الإسلامي، عليها الاجتماعات طارئة من أجل اتخاذ مواقف جادة اتجاه إسرائيل واتجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي عطلت بالأمس قراراً يدين إسرائيل على ما اقترفته بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه السياسة الاحتلالية لن تثنينا عن المضي قدماً تحضيراً لمسيرة العودة ب15 أيار التي سنجتاز بها هذه الحدود الوهمية. ودع الفلسطينيون الشهداء وعادوا من جديد إلى مخيمات مسيرات العودة رغم غزارة الدماء التي سالت، للتأكيد على حقهم في التظاهر مهما كان الثمن. بينما يواري الفلسطينيون شهداءهم الثرى يستعدون لمواصلة مسيرات العودة بعد نجاحهم أمس في إيصال رسالتهم إلى العالم برفضهم ما يسمى صفقة القرن وإصرارهم على المضي في طريق التحرير والعودة. لقناة بلاد الفضائية، جبريل أبو كميل من على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ذكرت مصادر أمنية أن اتفاقا جرى بين مسلحي المعارضة السورية والجانب الروسي لنقل المصابين من دوما إلى الغوطة الشرقية. وبحسب المصادر فإن اللجنة التفاوضية التي تضم كلا من القيادات في المدينة وممثلي جماعة الجيش الإسلامي التي تسيطر على دوما هي التي توصلت لهذا الاتفاق. وكان الجيش السوري قد أعلن أمس مواصلته القتال لاستعادة مدينة دوما آخر معاقل الفصائل المعارضة بالغوطة. غادرت الدفعة الأخيرة من مسلحي الغوطة الشرقية أمس السبت، وبلغ عدد المغادرين ما يزيد عن 6400 شخص، وبذلك يكون قد غادر الغوطة أكثر من 30,000 من المسلحين وعوائلهم. ورفع الجيش السوري العلم السوري في البلدات التي دخل إليها. ليش رايح؟ لكمل دراستي الصراحة، شهر الأولى وأطلع من جو الحرب اللي دا خلقنا منه، أغلب باتجاه تركيا. أنا ما نطط الحرب، أنا هلأ ما حملت سلاح، صار لي 7 سنين ما حملت سلاح. أعلن الجيش السوري إنجاز عملياته العسكرية باستعادة السيطرة على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق. وبالتوازي واصل الجيش عملياته في دوما آخر منطقة غير محررة في الغوطة. الجيش وفي بيان له أعلن أن هيمنة هذا الانتصار تكمن في إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى دمشق ومحيطها.
بعد سلسلة من المعارك والأعمال القتالية المخططة بشكل دقيق والمنفذة بتعاون وتنسيق عال بين مختلف صنوف القوات، أنجزت تشكيلات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عمليتها العسكرية، واستعادت السيطرة على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق كاملة، بعد أن قضت على مئات الإرهابيين ودمرت مقرات قيادتهم وتجمعاتهم وتحصيناتهم وأسلحتهم وعتادهم، بما في ذلك مصانع ومعامل للمدافع والصواريخ والقذائف المختلفة. في الوقت الذي تواصل فيه وحدات أخرى أعمالها القتالية في محيط مدينة دوما لتخليصها من الإرهاب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف عن عزمه سحب قوات بلاده من سوريا في أقرب وقت، ما أثار استياء كبير داخل المؤسسة العسكرية والأوساط السياسية في الولايات المتحدة. جدل جديد يثيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان رغبته سحب القوات الأمريكية من سوريا. هذا الإعلان شكل صدمة للإدارة الأمريكية نفسها، إذ أعلنت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نورت أن الوزارة لا تملك معلومات بشأن خطط الخروج من سوريا، أما المسؤولين في الدفاع الأمريكي فقد أصابهم الإحباط، سيما أن إعلان ترامب جاء بعد ساعات من تسليط البنتاغون الضوء على الحاجة لبقاء القوات الأمريكية على المدى القريب. أما قيادة الجيش الأمريكي تشير إلى أن الوقت الحالي ليس وقتا للانسحاب بسبب التحديات العديدة، كما أن هذه الخطوة ستجعل مصير الملف السوري بأيدي روسيا وتركيا. قوات سوريا الديمقراطية التي تتلقى دعما أمريكيا مباشرا أعلنت أنها لم تبلغ بأي خطة لانسحاب القوات الأمريكية التي تعمل في سوريا ضمن التحالف الدولي ضد داعش، معتبرة ذلك قرارا محبطا. ويبدو أن قرار الانسحاب يحمل تبعات اقتصادية، بحيث أن ترامب أمر مؤخرا بتجميد أكثر من 200 مليون دولار من الأموال المخصصة لجهود تحقيق الاستقرار في المناطق التي تم استعادتها من داعش في سوريا. وللولايات المتحدة نحو 2000 جندي في سوريا وأكثر من 200 مستشار ينتشرون في 20 قاعدة عسكرية أغلبها موجودة في الشمال السوري. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله اليمنية سليم المغلس عدم وجود مؤشرات في المستقبل لإيجاد مفاوضات إيجابية للحل السياسي، مبينا أن معظم الأطراف تتحدث عن القضايا الإنسانية فقط، لكن صلب القضايا الجوهرية التي يمكن أن تفضي إلى حلول لا يتم الحديث عنها. الطرف الوطني هو مستعد للخوض أي جولة من المفاوضات، ولديه من الإمكانات والجاهزية والقرار ما يمكنه من الإقدام على أي مفاوضات والتمثيل في أي طاولة، ولكن يلمس من خلال بيان مجلس الأمن الأخير ومن خلال التصريحات الأمريكية والبريطانية يلمس أنه لا هناك مؤشرات، ليس يوجد مؤشرات حقيقية نحو إنتاج طاولة مفاوضات منتجة لحلول سياسية. لا يوجد أي إرادة دولية حتى الآن، لم تتوفر هذه الإرادة لإنتاج حلول سياسية في حقيقة الأمر، وما زال الكل يدندن حول بعض الجوانب الإنسانية والقضايا الجزئية فقط، ولم يدخلوا أيضا في صلب المفاوضات، صلب القضايا الجوهرية التي ممكن أن تفضي إلى حلول أو إلى مقاربات. غادر المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفت أمس صنعاء بعد جولة استمرت 8 أيام، قال أنه سيكون خلالها فكرة شاملة عن أزمة هذا البلد. وقبيل مغادرته مطار العاصمة قال غريفت أن وبعد المشاورات الكثيرة يمكن التوصل إلى حل يجلب السلام لليمن، مبينا أن كافة من تحدث اليوم أبدوا رغبة في الانخراط بالحوار. قضيت جل وقتي للإصغاء وللاستماع لممثلي الأحزاب والسادة المعنيين من أجل الوصول إلى الأمور المتعلقة بطموحات اليمنيين فيما يخص إيقاف الحرب. And what I've heard gives me hope that we can together find a path to peace
اليمن. وما سمعته منهم يعطيني مزيدا من الأمل بأننا يمكن لنا سوية أن نصل إلى حل يمكن أن يجلب السلام إلى اليمن. All the people I spoke to, both here and in Riyadh, spoke of their strong desire for a political solution and to move quickly towards it. كافة من تحدثت إليهم سواء كان هنا أو في الرياض أعربوا عن الرغبة الشديدة في الوصول إلى حل وفي الانخراط في الحوار. بالتزامن مع انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية وازدياد فرص حظوظ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز بولاية جديدة، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات جرس الانذار ضد المواطنين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم بفرض غرامة مالية عليهم، ما ولد ردود فعل رافضة في البلاد. بينما كان الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت المنافسة فيها بين الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد مصطفى موسى، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون بشأن توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه مصري على الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، غرامة ثمت من طالب الحكومة بعدم تطبيقها لأسباب عدة. الغرامة طبعا منصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية في المادة 43 تحديدا، لكن أنا أعتقد أن ده من الصعب تطبيقه، أو بمعنى أدق أن أنا أطالب الحكومة بعدم تطبيقه. خروج الملايين للانتخابات ده كان دلالته كبيرة جدا، لكن هناك يعني هناك مرضى، هناك ظروف، هناك أسر لديها ظروف معينة لا تستطيع بها، أيضا ظروف عمل بتكون خارجة عن ظروف غالبية المواطنين. أما هنا بالنسبة للمواطن البسيط فقد تختلف الرؤية، خصوصا من منظور وضعهم المعيشي المتدني الذي يكابدون مرارته ليل نهار ويتطلعون لمن يخفف عنهم أوجاعهم ولا يثقلها. حرام من هذا ما عاد، يعني ما أنا معيش فلوس وماذا ولا مصلحة، ومصلحة أدى من الانتخابات وعازب قرش العيال، أسيب بقى الأكل لعيالي وأروح أماظة أنتخب؟ ربنا يسامحني، البيت أبدا. هو بصراحة الواحد يعني في ظروف مثلا بتخلي الواحد ما يقدرش يروح الانتخابات، في حد مثلا مش عايز ينتخب، فالموضوع المفروض ما بقاش فيه غرامة لأنها المفروض تبقى حرية شخصية. أنا سمعت إن ده حق دستوري بيكفل إن الواحد يبقى ليه حقوق إن هو يروح ينتخب، لكن ما عرفتش قبل كده إن المفروض علينا واجب نلتزم بيه بإن إحنا ندفع غرامة أو نتجزى علينا لو إحنا ما رحناش الانتخابات. وكانت النتائج الأولية لفرز الأصوات أظهرت فوز المرشح عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 92% من جملة أصوات الناخبين مقابل 3% لمنافسه مصطفى موسى. صحيح أن تطبيق غرامة مالية على الممتنعين عن التصويت ضمن بنود الدستور المصرية، لكنها على الأرجح ستغضب المواطن البسيط المتعطش لسد احتياجاته اليومية، خصوصا وأنها لم تطبق من قبل. أحمد عطا، بلادي، القاهرة. أوصت السفارة الروسية لدى لندن رعاياها بعدم السفر إلى بريطانيا تحسبا من الاعتقال أو التوقيف، وذلك في ظل التوتر المتزايد بسبب قضية سكيربال. كما دعت السفارة بعض المشجعين الرياضيين الروس الذين ينوون الذهاب إلى لندن لتوخي الحظر الشديد والالتزام التام بالقوانين البريطانية، محذرة من تلقي الاتهامات الزائفة التي تسهم بتفاقم الأزمة بين البلدين. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة بعد تأجيلها نحو شهر لتوفير الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات بين الكوريتين. وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن التدريبات يشارك فيها 23,700 جندي أمريكي و 300,000 جندي كوري جنوبي، وتستمر لمدة شهر، موضحة أن التدريبات تشمل محاكاة لصد هجمات صاروخية ومدفعية. افتتح في العاصمة الإيرانية طهران فرع خاص لمتحف اللوفر الفرنسي. المتحف ضم تماثيل أثرية ولوحات فنية عريقة. عقيل عادل والتفاصيل.
لأول مرة في تاريخ البلاد متحف اللوفر يحط الرحال في طهران، تمثال أبو الهول وتمثال نصفي للإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس ولوحات لرامبرانت، إضافة إلى 50 قطعة فنية وأثرية أخرى يعيرها المتحف الباريسي الشهير للجمهورية الإسلامية. إنه أول معرض غربي بهذا الحجم يقام في إيران. المفاوضات بشأنه لم تكن سهلة، إلا أن الاتفاق النووي عجل منها. لا شك أن هذا المتحف هو فريد من نوعه. انقطعت العلاقات بين إيران واللوفر في 2008، ثم في 2015 حصل على تأشيرة دخول إيران، وكانت الأولى التي تمنح لأعضاء فريق المتحف منذ 7 سنوات بعد توقيع الاتفاق النووي، وخلال زيارة الرئيس روحاني إلى باريس في العام 2016. شهد المعرض إقبالا إيرانيا ملفت. سحر هي باحثة في علم الآثار، لم تكن تتخيل يوما أن تزور المتحف الباريسي في مسقط رأسها طهران. اغتنمت الفرصة، تتصفح لوحات ومنحوتات تعود إلى 6000 عام قبل الميلاد، آثار تروي قصص الحضارات المصرية القديمة واليونانية والرومانية. كان أمرا رائعا، ما كنت أتصور أن أرى هذه التحف الفنية في حياتي. كثير من الأعمال التي آملت في رؤيتها موجودة هنا. أنا سعيدة وأعتقد أن المعرض مهم جدا لنتعرف من خلاله على التاريخ ومختلف الحضارات. خطوة نحو تعزيز الحوار الثقافي بين إيران وفرنسا رغم العلاقات المضطربة والخلافات السياسية المعقدة. يأمل الطرفان أن تلعب الدبلوماسية الثقافية دورها في حل أو تقليص حدة التوترات القائمة بين البلدين. المعرض الثقافي هذا يحضر له منذ سنوات، واستدعت التنسيقات ما لا يقل عن 30 رحلة بين إيران وفرنسا خلال 3 أشهر. من لم يزره في طهران عليه أن يقطع مسافة كبيرة بتكاليف باهظة ليتعرف على المتحف في باريس. عقيل عادل، قناة بلادي، طهران. النشرة انتهت، وكان فيها الادخار الإجباري يجبر الموظفين على مواصلة تظاهراتهم، ومطالبات كردية للحكومة الاتحادية بمحاسبة المفسدين في الإقليم. الأفضلية تلتحق بركب تظاهرات الخدمات في العاصمة بغداد، واتهامات لأحزاب سياسية باستغلالها انتخابياً. تيار الإصلاح الوطني يبحث معاناة أهالي قضاء الخضر في المثنى، ويشدد على ضرورة المشاركة بالانتخابات لإنجاح التغيير. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فتح تحقيق مستقل حول مجزرة غزة، والجامعة العربية تعتزم عقد اجتماع طارئ لبحث التصعيد الإسرائيلي. مصادر تؤكد الاتفاق بين مسلحي المعارضة والجانب الروسي لنقل المصابين من دوما إلى الغوطة الشرقية. بمشاركة 25 فنانا تشكيليا صدر عن تجمع فنانو العراق كتابه الجديد من العراق 2،
الذي يضم أعمالا تشكيلية متنوعة الموضوعات بين تضحيات القوات الباسلة والتراث والفن، فضلا عن الموضوعات الاجتماعية المتفرقة. احجز نسختك الآن من العراق 2، متوفر في المكتبات.